في أول مرة طلع عليكم من خلال الشاشة لقدم لكم آخر فيلم تم تصويره مع كل الأحداث اللي مرت بالوطن أم بالمجموعة الفنية. بكل الظروف الصعبة استطعنا أنه نصنع فيلم كامل. أتمنى أنه ينال إعجابكم مع وعدي إلكم مثل ما عودتكم بأفلام السابقة الممر الأخير القرار الليل الأخير أنه يكون عملي جديد هو قفزة الموت بنفس المستوى اللي تقدم في أفلام السابقة. فؤاد شرف الدين نجم السينما اللبناني اللي حب عينيه بأجمل أدواره. قفزة الموت مش فيلم مغامرات وسباق دراجات وبس. الفيلم بجسد الحب بأروع تضحيته. شو شايف يا جهاد؟ حكيلي، خليني أشوف بعينك. حاسي إن أنا وياك واحد. شايفك أنت، أنت وبس. طيب غيري أنا، شو شايف؟ قلي. وراك الشمس تعباني والبحر فاتح إيديه تخبيها. جريس حداد، وجه جديد بيدخل لقلوبكن وما بتنسوا أبدا. مع ليلى كرم ومحمود مبسوط. لك يا أمي شو بدك تعملي؟ اطلع على بيتك. لا ما رح اطلع على البيت، انا بعرفك بدك تقدفني على البيت وتضل وحدك بالدكان لا تلعب على كيفك. ليك حبيبي الدكان الي وإلك وانا قاعده هون على قلبك. ها تفضلي. ما في فحم. ميشيل تابت. جهاد وديع خدني منهم بسرعه. ساعدني، المستشفى قريبه. لا بترجيك، ما بدي حدا يعرف. خدني على المزرعة. لازم يشوفك حكيم يا جهاد. لا ما بدي. سامي مقصود، زياد مكوك، رائف فتوني، سونيا إيليا، علي شمس الدين، مارون مراد، ومحمد حيدر. ممكن الرأس عميان؟ احتمالات قليلة كتير، لكن حادث امبارح غير بكل المعادلة، وبصراحة ممكن يا منى. مجموعة كبيرة من الفنانين والفنيين حاولوا تحت ضغط كل الأحداث وتعرضوا للموت عدة مرات إنهم يتعاونوا ليقدموا عمل جيد. التصوير وصلنا لآخر الفيلم. مع كل الظروف السيئة اللي مرت معنا استطعنا أن نقدم لكم قفزة الموت. قفزة الموت قصة سيناريو حوار غسان حريري، ليلاليا فيلم وشركة سجل، مدير التصوير وليام نعمي، توزيع بلبنان شركة سجلكو انتوبيس، توزيع للعالم الشركة اللبنانية للتجارة والاستثمار السينمائي صباح أخوين. قفزة الموت للمخرج يوسف شرف الدين.